بشكل عام جميع الموجودين هنا كل شخص عنده تليفون والتليفون بكاميرا وهاي الكاميرا اكيد مستخدمينها لكن ما ممكن نسمي كل شخص حامل كاميرا ومصور بالتليفون مصور من الناحية الفنية وايضا بالآونة الأخيرة انتبهنا انه بالمنطقة العربية وخصوصا في العراق انتشر التصوير بشكل عام وصاروا الشباب ياخذون كاميرات ويشترون وايضا ما نقدر نسميهم جميعهم مصورين من الناحية الفنية المشكلة التصوير يعتمد على ثلاث نقاط مهمة أول نقطة هي الفكرة والنقطة الثانية طبعاً الجهد والثالثة التقنية بالنسبة للفكرة أعتبرها الجزء الأهم في التصوير لأنه هي الفكرة اللي تمثل أو اللي توصل رسالة للمشاهد بشكل أسرع على سبيل المثال لو أحد من الجالسين هنا دخل على الإنترنت وأخذ لأي موقع تصفح من التصوير وقاعد يتابع الصور يشوف أول صورة عن منظر طبيعي ينتقل للصورة الثانية تشابه المنظر الطبيعي الأول فإحنا كمصورين نعتمد دائماً على العقل البشري العقل البشري منقسم إلى جزئين الجزء الأيمن والجزء الأيسر الجزء الأيمن يستخدم الإنسان لحفظ الصورة لأجزاء من الثواني وهذا الشيء يحصل لما يصير عندنا تكرار بالصور يعني الإنسان يشاهد صورة معينة أوكي شفتها اللي بعدها نفس الشيء أيضا يخزنها يعمل لها replacement على الصورة السابقة فلما تجي فكرة جديدة يجي مثل الصدمة وإحنا هذه اللحظة اللي نستغلها لأنه بهذه اللحظة راح يبدأ الإنسان يشغل الجزء الأيسر من الدماغ والجزء الأيسر من الدماغ راح يكون اللي هو المسؤول عن الحركات خلينا نقول الفكرية أو التلقائية فيجبر هذا الشخص إنه يقول ماشي الصورة حلوة خلي أعملها لايك أعملها شير أو إلى آخره ويكمل الصورة هذه الصورة اللي هنا طبعا هذه الصورة ملتقطة في العراق ما بين دهوك وزاخو منطقة جبلية أعتقد البعض راح يقول ماشي الصورة أعتقد عادية أشوف جبال وشجرة لكن خلينا نقول إحنا نعتمد دائما على اللحظة الأولى اللي هي الصدمة لما ينتقل للمنطق يفكر في الصورة راح يلاحظ إنه موجود في الصورة قمر وشمس ونجوم هنا راح يختلف التفكير راح يبدي عقل الإنسان يفكر أوكي يعني أكو شيء خلل بالصورة يعني أكو قمر وشمس ونجوم خليني أقرأ الشرح فالصورة هذه بالحقيقة هي عبارة عن 1500 صورة مصورة على فترة زمنية معينة على سبيل المثال من الساعة 12 الظهر إلى الساعة 4 الفجر ومقسمة إلى 5 أجزاء الجزء الأول هو الظهر يعني أول 250 صورة مع العلم أن الصورة مو مدمجة يعني مو مدمجة كأجزاء وإنما الصورة عبارة عن مكان معين واحد مثبت عليها الكاميرا ويصور 1500 صورة على زمن معين فالجزء الأول الأسفل هو عبارة عن 250 صورة واللي يمثل الظهر أما الجزء الثاني فهو أيضا 250 صورة ويمثل العصر يعني ساعتين قبل المغرب تبقى 500 صورة اللي هو المغرب والمغرب أو غروب لحظة غروب الشمس لأن هي أسرع لحظة ونحتاج إلى صور أكثر حتى نواكب هذه اللحظة وترجع مرة ثانية ساعتين بعد الغروب وساعتين لليل فهذه الطريقة تمكن المصور أنه يحصل على تفاصيل يوم كامل كل ما يجري باليوم من ظواهر طبيعية غروب شروق قمر شمس بالإضافة إلى ذلك أنه نلاحظ الألوان تدريج الألوان أيضا يمثل تدريج اللوني اللي نلاحظه إحنا أثناء الغروب أو أثناء الليل أو الظهر الجهد العالم الأمريكي توماس أديسون يقول العبقرية تعادل 1% والجهد 99% يعني العبقرية بدون جهد ما تؤدي لأي شيء فيمكن الناس حيقول تقول هذا يبالغ يعني إذا الكل صورة يحضرها من شهرين إلى ثلاثة حتى يروح يصورها لكن هذه الحقيقة كل صورة أصورها أحضر لها من شهرين إلى ثلاثة وعلى سبيل المثال قبل السفرة الأخيرة لما كنت في جزر الكناري أول شيء أو أول خطوة أخذها أنه أحدد وقت الإجازة المسموح لي على سبيل المثال أسبوع
وبعدين انتقل الى المكان اللي اريد اروح له، اشوف الخريطه مالته، اشوف مسافته، هل هذه المسافه راح تغطي الاسبوع اللي انا رايح به؟ اذا اوكي. النقطه اللي بعدها يعني كمصور لاندسكيب، اول شيء استخدم الجوجل ايرث للمساعده يعني حتى اشوف المناظر الطبيعيه من فوق. وكمصور لاندسكيب اول شيء اخذ لي فرع على السواحل، لانه السواحل دائما تكون هي اهم جزء الي. فأقرب عليها، اشاهد المنظر من فوق، ادرس المنظر بشكل جيد، ادرس المكان، ادرس لحظه خروج الشمس والقمر عن طريق مشاهدة الظل، لأنه الظل راح يعطيني اتجاه الشمس، وعن طريق اتجاه الشمس أعرف اتجاه القمر، وأكون بهذه الحالة مجهز الصورة. يعني أنا من أروح أصور الرايح ماخذ الصورة موجودة بعقلي، مجرد أنفذ وأرجع بالصورة. ويستمر هذا العمل إلى أن أحدد الأماكن كلها اللي أريدها على الخريطة، وبعد يعني تصفية وتعديل وحسب الأماكن اللي أريدها واللي ما أريدها، أحدد أقرب مكان يربط ما بين الجميع حتى يكون مكان الإقامة. ومن هذا المكان أقول اليوم الأول حيكون هذا طريقي، اليوم الثاني حيكون هذا طريق أصور فيه، واليوم الثالث حيكون هذا طريقي. تبقى باقي الأيام اللي هي الأربعة أيام الباقية، هاي حتكون الأمور اللي في حال لو نسيت مكان معين، او شفت مكان وانا اصور المكان اللي كنت فيه، او صار عندي خلل بالتصوير الاول وارجع اعدله. فيعني واحد ينظم جدول عمله حتى يكون له مساحه من الزمن يقدر يروح يصلح قبل ما يرجع. تقنيه التصوير تعتمد على فكر المصور، يعني كيف تتم طريقه دمجها. الطريقه تصير بشكل منطقي جدا. لما يكون عندنا ظهر أو ليل، اختلاف الإضاءة واضح، يعني من يعني شلون نقول صعب جدا أن تدمج الليل مع الظهر مع بعض. فالأفضل أن الواحد يدمج الظهر لمجموعة معينة ويقلل الليل لمجموعة معينة، وباقي المجاميع يعني يقللها من 1500 إلى 500 أو 600، ويقلل من 600 إلى 50، ومن 50 إلى صورة واحدة تشمل جميع المراحل. المهم انه ما يكون تعاكس ما بين الاضاءه، لانه هي الاضاءه دائما نعتمد عليها. اما الطريقه الثانيه اللي نستخدمها ايضا لاستدراج العقل الانساني عن طريق العين، هي طريقه التركيز، تركيز البشر على الصوره. لو نلاحظ وانا اجزم انه كل شخص موجود في المكان، لا ركز اول شيء على الجسر، وثاني شيء ركز على القمر. وهذه الطريقه اللي استخدمها بسيطه جدا، انه اقسم الصوره الى زونات، زونات لونيه. معناتها انه الزون ال1 اللي هو الاسود يشابه الزون ال1 اللي هو جوا يحصر الصوره، والزون 2 يشابه الزون 2 اللي هو جوا الجسر. فحيكون عندي مثل الاطار يحصر شيء معين موجود بالصوره يجلب نظر البشر مباشره اليه. مثال اخر، نستخدم ظلال الطبيعه يعني الموجوده. الظلال الموجوده بالصوره كلها تشير ما عدا الزونات، طبعا الزونات ايضا موجوده، زون 1 وزون 2. نستخدم الظلال ايضا المكان اللي انا اخلي الناس تتوجه اليه، يعني تريد تباوع عليه. الصوره الموجوده الان طبعا هي منظر طبيعي، وهذا المنظر يحتوي على فشي بالسماء. اعتقد همين البعض قال هاي اما شهب او شيء ثاني، لكن الحقيقة هي عبارة عن نجوم ملتقطة بطريقة معينة. وهذه النجوم أول شيء مفهوم غلط يأخذوه الكثيرين، أنه النجوم تتحرك. النجوم ما تتحرك، وإنما الكرة الأرضية هي اللي تتحرك. النجوم ثابتة بمكانها، والإنسان هو اللي يتحرك على سطح الكرة الأرضية. فلما نباوع على القمر أو النجم الشمالي راح يكون عندنا عكس الكرة الأرضية اللي هو يفتر حول نفسه، ومن خلال هذه الحركة حتصير لنا الحركة النجوم اللي احنا نشوفها من نكون قاعدين. حنشوف يعني اكيد واحد قاعد بالبالكون ماله في يوم شاف النجمة، بعد ساعة شافها هنا. مع العلم هي النجمة ما متحركة، وانما هو اللي يتحرك من مكان الى مكان اخر وشاف النجمة بمكان اخر. فلما الواحد يسجل 150 صورة بفترة زمنية معينة اللي تقارب تقريبا بفارق 30 ثانية، راح تكون النتيجة مثل هذا. يعني حتكون عندنا قطب النجم الشمالي يكون مثلا أنا محاطة بالزاوية على اليمين، راح تكون عبارة عن دوائر. أما التقنية المستخدمة أنا بصوتي هي نفس الفكرة، يعني نفس ال 150 صورة، لكن مثل
الاعصار. الاعصار لما يبدي من جوا يبدي صغير ويصعد لي فوق، فمن هذا اخذت الفكره انه اكيد هو لما يبدي صغير يطلع لي فوق معناته انه الطريق المشي مالته حيكون اطول. فالفكره انه الواحد اثناء تصوير هذه النجوم مع نفس المعدات ونفس الاعدادات مجرد انه يعمل زوم اوت زوم ان، فبهالحاله راح تصير زوم اوت بالعدسه يعني وزوم ان، بهالحاله راح تصير الحركه اللولبيه اللي تظهر امامه. نرجع نجمع جميع النقاط اللي ذكرتها من فكره وجهد وتقنيه بصوره واحده. طبعا اكيد الصور الباقيه تحتوي على فكره وجهد وتقنيه، لكن هذه الصوره هي اعتبرها من افضل الصور اللي قدمتها. هذه الصوره شويه معقده، عباره عن 5000 صوره، مثل ما شفت حركه القمر، درب التبانه، وعلى ارتفاع 2000 متر في جزر الكناري. وان شاء الله راح اطلع فيديو لهذه الصوره، انه ايضا فيديو للصوره يعطي لمحه عن طريقه الظاهره كلها بس مجموعه بنقطه معينه، يعني ساعه من الزمن. طبعا المختصر اللي أريد أقوله إنه نصيحتي دائما للشباب المصورين بكل أنحاء العالم، من الأفضل إنه تصور 5 صور في السنة وتكون تنتشر وتشتهر وتعطيها جهدها وتعطيها حقها، أفضل من ما تصور 100 صورة بالسنة وما حد يشوفها ولا حد يعني يلاحظها. العبرة بالجودة وليس بالكمية. وشكرا.